شوف هاد الاكاديميه، شوف هاد الاساتذه اللي صحوا لنا لولادنا. بنتي دايره باك ليبر، عندها باك ليبر عباد الله، وجابت في لونجلي عام الاول في الاستدراكيه 16، ودابا داروا لها حاله غيش في لونجلي، وجايبه 16 في المات، وجايبه 14 في الفيزيك، وجايبه شحال ماده جايبه فيها الرقم القياسي، وجايبه 17 في الموسيو، كلشي فوق موسيو. وهادشي داروا لها بزاف هادشي، هادشي ما بغاوش يتكرفسوا على ولادنا، ولاد الشعب ولاد اسفينا كيتكرفسوا، ما باغيش قالك يشوفوا حتى الصحافه، ما باغيش يتشوهوا، وهما راس اسفي. وهاد وزير، هاد وزير 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 التربيه خاصو يدير لنا حل بزاف. بزاف بزاف علينا. المهم انا دايره باك ليبر، دوزت المواد مزيان، المواد الادبيه دوزتها مزيان، يعني اللي بغيت نقول غنقول في العربيه، غنقول في التربيه الاسلاميه، غنقول في الاجتماعيات، غنقول في الفرنسيه، ما غنجيش نقول في الانجلي، غنقول في فيزيك، غنقول في الماط، غنقول في السيونس، غنقول في الفلسفه، ما غنجيش نقول انا في الانجلي. عندي الدليل، ها هو، هما النقط ديالي، هما النقاط. تقدر تقول النقاط ديالك شنو هما؟ قولي لي النقاط. لونجلي العربية 8، الفلسفة 12، لونجلي دارو فيها حالة غش، الفرنسية 12، المات 16، الإسلامية 14، تربية إسلامية، اجتماعيات 16، السيونس 14، التراديكسيو 15، الفيزيك 10، المات 16. شفتي فيني دارت لنا هادشي؟ الدورة الاستدراكية ديال العام اللي فات جاها في الانجليزي فيها 16. شنو دابا؟ شنو كطالبي؟ كنطالب الاستدراكية. الاستدراكية ولي عاودوا لي المادة ديال اللغة الإنجليزية. أنت متأكدة أنك ما نقلتش؟ ما نقلتش في اللغة الإنجليزية. وربي اللي شاهد عليا. وماشي غير أنا. جو بونس لا بلوبار ديال التلاميذ طاحوا في هاد السيتياسيون، ماشي غير أنا. الأغلبية ديال التلاميذ في أسفل طاحوا في هاد الحالات. المهم كنطالبوا حنا بحقنا، يا دوزوا لنا الاستدراكية، يا عاودوا لنا المادة، ولا ندوزوا عندهم حنا الامتحان في الأكاديمية، واحد في القسم، ولا يديروا لنا تقنية الفار. تقنية الفار كما دايرين في لافاك يديروا لنا حتى في القسم. وداك السكانر كيديروا لنا عاد الباب. علاش داك السكانر خدام؟ فغندوز حنا التليفون فغنغشو، واللغه الانجليزيه فيها غير ثقافه عامه، اش غنقول فيها انا؟ اش ميت نقل؟ الكومبريانشن فيها غير ترو وفاس وخرج من النص، اللاندويش ثقافه عامه، جاوب كيعطوك اختيارات وكتجاوب، فغنقول انا في هذا لونجلي فغنقول فيها، غنقول في فرونسي، غنقول في الماط، غنقول في فيزيك، غنقول في السوس المعامل طالع المعامل سبعه، ما غاديش انا طال لونجلي وغنطيح من قيمتي وغنغش، راه حرام هادشي، راه حرام هادشي. راه انا كنت انا بنت شي وزير، كنت شي بنت شي وزير، كنت شحت امين الزروالي اللي من جهه اكاديميه جهه مراكش اسفي 1953 راه نجحت، وكنت هي تيبت الشعب، كنت راه ولات هي حاله غش بحالنا بحالها، ولكن هي بين صبعها تما شي واحد تماك بينت كاين تما قضيه فائنة. انا عندي 17 في الباك مفرقع النقطه، ولكن باش دروا لي الحاله لا راه حرام اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.